سلسلة القائم مع الموجه. هذا البرنامج برعاية معاكش بريبا، مركز الأقسام التحضيرية الخصوصي للمدارس والمعاهد العليا للمهندسين بالمغرب وفرنسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة اللقاء مع الموجه. في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى غادي نحاول أن نجاوب على الأسئلة اللي كنطرحها بخصوص الأقسام التحضيرية للمدارس العليا. نتواجد الآن بمراكش بريبا بمراكش، وكيحضر معنا السي سعيد مدن مسير مؤسسة مراكش بريبا للأقسام التحضيرية بمسيرة واحد بمراكش، اللي غادي يحاول أنه يشارك معكم التجربة ديالو وكذلك يعطيكم مجموعة من المعلومات بخصوص الأقسام التحضيرية، باعتبار أنه من ضمن الناس اللي كيتلقاو مجموعة ديال الأسئلة بخصوص هذه الأقسام التحضيرية. لذلك أصدقائي صمتوا مزيان، وكذلك حاولوا أنكم تجيبوا أو تسجلوا وتقيدوا أي معلومات يقولها لكم، خصوصا إذا كنتم تدفعوا الأقسام التحضيرية للمدارس العليا. وكذلك هذه فرصة ما غاديش تلقاوها في شي برنامج تلفزيوني آخر، وكذلك حاولوا أنكم تجمعوا الوثائق اللي غادي تحتاجوها من دابا باش أنكم تسجلوا في الأقسام التحضيرية. أصدقائي خليكم مع السي سعيد، وكذلك استفدوا منه، وما تنساوش أنكم إذا بتتبعوا الأقسام التحضيرية الفيديو راح يحسكم نتوما في الدرجة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. السعيد المدن مسير مؤسسة مراكش بريبا الخصوصية للأقسام التحضيرية والمدارس العليا للمهندسين بالمغرب وفرنسا. من خلال هذا الفيديو نود الإجابة على عدة تساؤلات واستفسارات تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرف مجموعة من التلاميذ والتلميذات الراغبين في ولوج مؤسسات الأقسام التحضيرية العمومية والخصوصية، ونتمنى عبر هذا المنبر أن نكون موفقين في الإجابة عليها إجمالا، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى، سنعطي تعريفا مختصرا للأقسام التحضيرية. النقطة الثانية، سنتكلم عن أقطاب الأقسام التحضيرية بالمغرب. النقطة الثالثة، عن شروط ومسطرة الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية. النقطة الرابعة، النسب المئوية المخصصة لكل شعبة من كل مسلك وطريقة الانتقاء لولوج الأقسام التحضيرية، وأخيرا طريقة التسجيل بالأقسام التحضيرية. والآن سنرجع للتفصيل في النقاط الخمس السالفة الذكر. أول نقطة، تعريف الأقسام التحضيرية. الأقسام التحضيرية في المغرب منظومة تربوية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. يهدف نظام الأقسام التحضيرية إلى المشاركة في تشكيل نخبة وطنية قادرة على مواكبة نمو البلاد لجعلها تتسلق سلم التقدم العلمي والتكنولوجي. مدة تكوين بالأقسام التحضيرية سنتين. كل من مؤسسة الأقسام التحضيرية العمومية منها والخصوصية مرخصة من طرف الوزارة الوصية. نفس المقررات والمناهج المعتمدة في كل تخصص سواء بالمؤسسات العمومية أو الخصوصية. نقطة أخرى، كل طالب درس لمدة سنتين كاملتين بمؤسسة عمومية أو خصوصية للأقسام التحضيرية له الحق في اجتياز المباريات الوطنية والفرنسية الخاصة بمسلكه. نفس الحدود ونفس الآفاق متاحة لجميع طلبة نفس المسلك من مسالك الأقسام التحضيرية. النقطة الثالثة، أقطاب الأقسام التحضيرية بالمغرب. هناك مجالين رئيسيين. المجال الأول مجال علمي وتكنولوجي، المجال الثاني مجال اقتصادي وتجاري. بالنسبة للمجال الأول أي المجال العلمي والتكنولوجي، يتوفر على ثلاث شعاب، وهي شعبة الرياضيات والفيزياء MP، شعبة الفيزياء وعلوم المهندس PSE، شعبة التكنولوجيا والعلوم الصناعية TSE. بعد متابعة الدراسة لسنتين كاملتين وبانتظام من طرف الطالب في إحدى الشعب الثلاثة، يمكنه المشاركة في المباراة الوطنية المشتركة CNC لولوج المدارس والمعاهد العليا للمهندسين بالمغرب.
وكذلك له الحق في المشاركة في المباريات الفرنسية لولوج المعاهد العليا للمهندسين بفرنسا. بالنسبة للمجال الثاني أي مجال الاقتصادي والتجاري، يوفر شعبتين، الأولى هي الاقتصاد والتجارة خيار علمي اللي يعبر عنها بـ USS، ثانيا الاقتصاد والتجارة خيار تكنولوجي والمعبر عنه بـ USCT. كذلك بعد سنتين من التحضير يمكن للطالب اجتياز المباراة الوطنية لولوج مدارس التسيير بالمغرب، وله الحق كذلك في اجتياز المباراة الفرنسية لولوج المدارس العليا للتجارة بفرنسا. النقطة الثالثة، شروط ومسطرة الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية العمومية والخصوصية. هناك شرطين، كاين شروط الترشيح وكاينين شروط الولوج. بالنسبة لشروط الترشيح عددها ثلاثة، أولا أن يكون التلميذ مدرسا ويتابع دراسته بالسنة الثانية من البكالوريا بالمغرب في مؤسسة خصوصية أو عمومية مرخص لها من طرف الوزارة الوصية. ثانيا أن يكون التلميذ قد تابع دراسته في السنة الأولى بالبكالوريا في إحدى هذه المؤسسات، أن لا يتجاوز عمره 21 سنة بحلول 31 جنبير من سنة حصوله على شهادة البكالوريا. بالنسبة لشروط الولوج هناك شرطين، الشرط الأول أن يكون التلميذ حاصلا على شهادة البكالوريا بميزة مستحسن على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط الطلبة الحاصلين على بكالوريا من شعبة العلوم الرياضية وشعبة العلوم التكنولوجية تخصص هندسة، تخصص كهرباء أو ميكانيك. يشترط كذلك أن تكون الشعبة مناسبة للمسلك المرغوب فيه، وذلك في حدود المقاعد الشاغرة في كل مسلك. النقطة الرابعة وهي النسب المئوية المخصصة لكل شعبة في كل تخصص وطريقة الانتقاء. ألف مسلك الرياضيات والفيزياء MPSE تمنح نسبة 90% من المقاعد للشعبات العلوم الرياضية، وتمنح 10% من المقاعد لشعبات العلوم الفيزيائية. بالنسبة لمسلك الفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس PCSE تمنح نسبة 40% من المقاعد للحاصلين على بكالوريا شعبات العلوم الرياضية، وكذلك 40% من المقاعد للحاصلين على بكالوريا شعبات العلوم الفيزيائية، و 20% المتبقية تمنح للحاصلين على بكالوريا علوم تجريبية وزراعية. جيم مسلك التكنولوجيا والعلوم الصناعية TSE تمنح نسبة 70% من المقاعد لشعبات العلوم التقنية تخصص كهرباء، و 30% من المقاعد لشعبات العلوم التقنية تخصص ميكانيك. دال مسلك الاقتصاد والتجارة تخصص علمي USCS تمنح نسبة 50% من المقاعد للحاصلين على بكالوريا علوم رياضية، كما تمنح 50% أخرى من المقاعد للحاصلين على بكالوريا علوم فيزيائية. ها مسلك الاقتصاد والتجارة تخصص تكنولوجي USCT تمنح نسبة 50% من المقاعد للحاصلين على بكالوريا علوم اقتصادية، 30% من المقاعد للحاصلين على بكالوريا علوم التدبير المحاسباتي، 10% من المقاعد للحاصلين على بكالوريا علوم رياضية، وفي الأخير 10% من المقاعد للحاصلين على بكالوريا علوم فيزيائية. بالإضافة إلى هذه النسب توجد طريقة خاصة لاحتساب معدل الانتقاء تخص كل مسلك، وللاطلاع عليها ما عليكم إلا بالولوج إلى بوابة الأقسام التحضيرية والCPGE عبر الموقع www.cpge.ac.ma. النقطة الخامسة، طريقة التسجيل بالأقسام التحضيرية العمومية وكذا الخصوصية. بالنسبة للتسجيل بمؤسسة الأقسام التحضيرية العمومية، العملية
تتم عبر بوابة الأقسام التحضيرية والسي بي جي اي الموجودة بالموقع الرسمي www.cpje.ac.ma، وذلك عبر مراحل. المرحلة الأولى تتم في النصف الثاني من شهر أبريل والأسبوع الأول من شهر مايو. يقوم فيها التلميذ بوضع ترشيحه عبر هذه البوابة، وذلك بمسك المعطيات والمعلومات تبعا للتوجيهات الواردة في الموقع. بعد إتمام هذه العملية يقوم الطالب بطبع الملف والمصادقة عليه لدى السلطات المحلية، وبعدها يقوم بتسليم الملف مرفوقا ببعض الوثائق إلى إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها مقابل وصل إيداع. هنا ينتهي دور التلميذ في التسجيل. مراحل أخرى تتكلف بها المؤسسة والأكاديمية الجهوية التي ينتمي إليها التلميذ، وصولا إلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتدريب، ليعلن في نهاية شهر يونيو عن المرشحين المقبولين في اللوائح الرسمية والذين حصلوا على شهادة البكالوريا في دورتها العادية. وبعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة لتسجيل هذه الفئة يتم الإعداد والإعلان عن لوائح الانتظار لكل مسلك، وذلك بعد إضافة التلاميذ الجدد الحاصلين على البكالوريا في الدورة الاستدراكية. يتم نشر هذه اللوائح في 23 يوليو. يتم تسجيل الفئة الأولى من لائحة الانتظار حسب درجة الاستحقاق لملء المقاعد الشاغرة من 27 إلى 29 يوليو. يتم كذلك تسجيل الفئة الثانية من لائحة الانتظار من 3 إلى 5 شتنبير، وكذلك يتم تسجيل الفئة الثالثة والأخيرة من لائحة الانتظار من 16 إلى 18 شتنبير. بالنسبة للتسجيل في الأقسام التحضيرية الخصوصية، بعد حصول التلميذ على شهادة البكالوريا واستيفائه لشروط ومسطرة الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية، أولا يقوم بوضع طلبه بالمؤسسة الخصوصية مرفوق بوثائق تطلبها منه إدارة المؤسسة. ثانيا تتم دراسة الملف من قبل لجنة مختصة وتعطي رأيها فيه بالقبول أو الرفض عند عدم استيفاء شرط من شروط الولوج. ثالثا يتم استدعاء التلميذ في وقت محدد لإجراء اختبار في المواد التي تراها اللجنة ضرورية. رابعا يتم قبول طلب التلميذ بعد اجتياز الاختبار بنجاح، وتمنح له مدة زمنية محددة للتسجيل حسب عدد المقاعد الشاغرة بالمؤسسة. وفي الأخير لا يمكن قبول طلب تسجيل أي تلميذ بعد 10 أكتوبر من بداية السنة الدراسية، وفقا لما تنص عليه المذكرة المنظمة للأقسام التحضيرية الخصوصية. أكتفي بهذا القدر، نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم. سلسلة القائم مع الموجه. هذا البرنامج برعاية معاكش بريبا، مركز الأقسام التحضيرية الخصوصي للمدارس والمعاهد العليا للمهندسين بالمغرب وفرنسا. معاذ الشقري، 18 عام، طالب الأقسام التحضيرية بمراكش، مراكش بريبا. الشعبة اللي تبعت هي الرياضيات، بحكم أنها عندها أفاق بزاف وعندها بزاف تاع المسالك ويمكن ديروا بها بزاف تاع الحوايج. هادشي اللي تخلاتكم تميزة على باقي الشعاب اللي كاينين في الأقسام التحضيرية عموما. نتسول ولا يكون سؤال على أشنا هم المواد اللي كيتدرسوا في الأقسام التحضيرية. المواد اللي كيتدرسوا في الأقسام التحضيرية هما عادي، مثلا إذا نقولوا رياضيات كنقولوا الفيزياء والكيمياء، كنقولوا رياضيات، كنقولوا علوم مهندس سيونس انجينيور، والإعلاميات الانفورماتيك، والمواد الأدبية بحال الفرنسي فيلوزوفيك، حيت الفرنسية كتولي فلسفية عاد لا تخدكسيون. أش ليشي علاش اخترت مثلا الأقسام التحضيرية الخصوصية بريفي؟ السبب اللي خلاني نجي للأقسام التحضيرية الخصوصية هو
انه ما حافنيش الحظ باش ندخل الاقسام التحضيريه العموميه شعبات الرياضيات. داكشي بقى عندي خيار واحد وهو مثلا ندخل الخصوصي بحكم انه كيعطيك بحال فرصه ثانيه مورا ديك الفرصه اللي تسمى ضاعت ليك من البكالوريا. حيت كلنا تنعرفوا بلي من الباك كاينين بزاف ديال الطرق اللي يمكن تسلك ديال الشعاب اللي يمكن تمشي فيهم، ولكن تتبقى كيف ما قلنا الاقسام التحضيريه هي احسن خيار واحسن طريق. اذا حيت ما حفنيش لحد ندخل العموميه بانت ليا الخصوصيه هي احسن حل يمكن نتبعو من غير دوك الحلول اللي كانوا عندي اخرين. دابا غنتسول مثلا على الاختلاف اللي كاين ما بين الاقسام التحضيريه الخصوصيه والعموميه. بالنسبه للاختلاف هو ما كاين حتى اختلاف بحكم ان ملي تتسالي عامين تاع الاقسام التحضيريه تاع البريباراسيون هي كتبقى كما قلنا عامين تاع البريباراسيون هي تاع تيوجدوك لواحد الكونكور. دونك ما تيهمش واش انت في العمومي ولا الخصوصي. حنا دابا تنهضر على التلاميذ تاع الاقسام التحضيريه الخصوصيه، فان بزاف من صحابنا تيقراو في الاقسام التحضيريه العموميه، دونك ما كاينش تنخدموا مجموعين تنقراو مجموعين تلقاو نفس المشاكل تلقاو نفس. واخا كاين فيزيك كاينين صحاب مثلا اللي كان باك فيزيك وكاينين اللي كانوا باك سيونس مات، من بعد ديك شهر شهرين مثلا كاع ثلاث شهور المهم من بعد واحد ان سيغتان طون تيكون تيوقع التساوي تيوقع تيولي كلشي بحال كلشي تيلقى نفس المشاكل تيولي الحلول تيوليو ديال كلشي تيولي كلشي مشترك. اذا ما كاينش المشكل واش كان مثلا بنادم في الشعبه تاع الفيزياء ولا في الشعبه ديال الرياضيات، حيت كلشي كاع المشاكل اللي تتحل من بعد ماشي يدخل الانسان الاقسام التحضيريه. ومن ضمن ولا من بين التغيرات اللي وقعوا مثلا من الباك لدابا راه كاينين بزاف لحقاش الاقسام التحضيريه ماشي اقسام تحضيريه فقط للمعرفه راه تدخل تقرا سبعة المواد وتخرج، بالعكس هي الاقسام التحضيريه كما تنقولوا عامل مزدوج تتلعب لك على المعرفه تاعك تتولي قوي من ناحيه المعرفه وتتولي قوي من ناحيه البروفيل تاعك والبيرسوناليتي تاعك، حيت بحكم انها تتعلم كيفاش تكونسونطرا كيفاش تكون ديما في الوقت ريغولي كيفاش تكون شحال من حاجه تتربيك عليها لي كلاس بري بون كي ماشي تتقرا باش تدوز هذا الكونكور، ولكن تتردك واحد الانسان واحد اخر تتاميليوري كيف تنقول. من بعد الاقسام التحضيريه اكيد كل واحد دخل الاقسام التحضيريه الا تيطمح يكون مهندس، حيت كما تنقول مهندس ماشي هو فقط هذاك اللي تيتنبأ لك مثلا المشاكل اللي غيكونوا عندك ويعطيك بعض الحلول اللي يقترح لك بعض الحلول اللي غتنفعك، ولكن المهندس هو ايضا واحد البيرسوناليتي كيف بحال قلت هو ملي تتلاقي واحد المهندس تتلاقي واحد البيرسوناليتي واحد البروفيل واحد بنادم شويه نيفو طالع. دونك الحلم تاعي كان هو باش نكون ذاك المهندس اللي عنده هاد الصفات كاملين. ومن بين المسائل او لا من بين الخيارات اللي بغيت نكون فيها وبغيت نمشي لها هي الميدان تاع المعلوميات تاع الانفورماتيك. دونك الطموح تاعي يكون باش نولج لشي مدرسه كبيره اكيد، حيت مادام سلكت هاد الخيار اللي هو رياضيات في الاقسام التحضيريه الا وبغيت نوصل لشي بلاصه اللي هي بعيده بزاف. دونك الا بعيده بزاف مثلا بحال نمشي لشي مدرسه اللي عندها قيمه، وعلاش لا ما ندوزش المباريات اللي كاينين في فرنسا، حيت من بعد ما تسالي عامين تاع البريباراسيون ماشي ما عندكش الحق تدوز المباراه الوطنيه اللي عندها في المغرب سي ان سي، ولكن يمكن لك تدوز حتى المباريات اللي كاينين خارج الوطن مثلا في فرنسا بحال سي سي بي بحال لاميل بحال سونترال. عندك بزاف ما يدار اون فوا تسالي عامين عندك بزاف ما يدار وعندك بزاف ديال لي شوا اللي يمكن لك تاخذ والطرق اللي يمكن لك تسلك. اذا الطموح ديالي هو نمشي لوحده من هاد لي زيكول اللي عندهم وزن وعندهم قيمه في من ناحيه المهندسين ديالها.